لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ولكن نبدأ بعد هذا الفاصل. السلام عليكم. البداية من صحيفة القدس العربي ومقال تحت عنوان عشق العروبة والإحباط الإيراني في العراق للكاتب مثنى عبد الله، يقول فيه: الموقف الشعبي العراقي من قضايا الأمة العربية، فإن التاريخ الحديث سجل صفحات ناصعة لجود أهل العراق بكل ما يملكونه من أجل نصرة القضايا العربية، حتى عندما ارتكب النظام الرسمي العربي الكثير من الأخطاء والخطايا بحق العراق، لم يجنح العراقيون إلى الضفة الأخرى ويناصب الأمة العداء، لأن مراهنتهم كانت على الدم وحقائق التاريخ والجغرافيا والدين والمصير المشترك، وكل هذه جعلتهم في رباط وثيق مع أهلهم في مشرق الوطن العربي ومغربه. لذلك لا غرابة في أن يبث العراقيون من محافظة البصرة العراقية كل هذه الصور الفائقة الرومانسية والمحملة بزخم عاطفي جارف وحنان وشوق لا ينضبان، وهم يحتضنون أهلهم وأشقاءهم وأحباءهم العرب في بطولة الخليج العربي 25. مقابل كل هذه العواطف الجارفة، كان على الطرف الآخر إحباط كبير يسري في عروق كل الزعامات الإيرانية، فقد كانوا يتوقعون أن الهيمنة السياسية على العراق لمدة 20 عاماً وتصدير الميليشيات منه إلى سوريا واليمن وإطلاق الصواريخ من أرضه في اتجاه الأراضي العربية كلها قد حسمت مصير العراق مع إيران ونزعت عروبته إلى الأبد. وكانوا يظنون أن عزل العراق إنسانياً وثقافياً عن الأمة العربية، لكنهم نسوا أن مهمة عرب العراق منذ قرون بعيدة هي تأسيس مصدات للريح المقبلة من بلاد فارس كي تتحصن الخيام العربية في الخليج وما بعد الخليج. كذلك لم يفقه العقل العراقي الممتلئ بالتحدي والإصرار على وضع مصيره مع مصير أهله في كل زوايا الخريطة العربية وضرب أوتاد الخيمة العربية لتمتد على طول وعرض الوطن الكبير وتحمي الألباب والقلوب من الأفكار الطائفية المقبلة من الشرق. في الإطار ذاته يقول الكاتب أحمد سعداوي في مقال بصحيفة العربي الجديد: تفاعل عراقيون كثيرون مع أجواء دورة خليج 25 التي أقيمت أخيرا في البصرة، وأحرز المنتخب العراقي فوزا صعبا على الفريق العماني. جزء مهم من أجواء التفاعل والإثارة المصاحبة لهذه الدورة لم يكن رياضيا وإنما سياسي بامتياز، وتحديدا بما يتعلق بالثنائية التي وجد العراق نفسه فيها ما بين إيران والدول العربية والخليجية منها بشكل أكثر دقة. يضيف الكاتب: ليست هذه الثنائية جديدة ولها جذور تاريخية سحيقة، ولكنها تبلورت بحدة في التاريخ المعاصر مع الحرب العراقية الإيرانية. يضيف الكاتب أيضا: هلل عراقيون كثيرون متضايقون من السطوة الإيرانية على العراق، وصفقوا للحضور الرسمي والشعبي الخليجي في شوارع البصرة وأحيائها ومطاعمها وأسواقها، بل صرنا نقرأ عند مدونين معروفين كلاما يبالغ في تأثير هذا الحضور ويعتبره نصرا على إيران، وكأن كل ما جرى في الدورة كان بالضد من رغبة إيران حقا أو رغم أنفها. هناك لاعبان أساسيان في العراق: أمريكا في السماء وإيران على الأرض. والسماء هنا بالمعنى الفعلي والمجازي، فالأجواء العراقية واقتصاد العراق كله تحت عناية ونظر الإدارة الأمريكية التي تملك مثل ما يحصل اليوم في قصة سعر صرف الدولار في العراق أن تؤثر في الأوضاع العراقية أبلغ تأثير. وعلى الأرض هناك رجال لإيران مقربون أو مجندون أو ذو هوى إيراني من بين العراقيين ينتشرون في كل مفاصل الدولة العراقية من أعلى هرم السلطة إلى أسفلها، ولا توجد قوة لها وزنها قادرة على إزاحتهم.
ليس العراق اليوم ذلك البلد الذي يستفيد من انفتاحه على التنوع والتعدد، ولا تملك السلطة السياسية فيه إرادة النأي عن المحاور والصراعات الثنائية أو فرض المصالح الوطنية على غيرها من المصالح الفئوية أو الإقليمية على الضد من ذلك. هناك تيار قوي في المجتمع العراقي بكل خلفياته الطائفية يتوق إلى الانفتاح أكثر على دول الخليج العربي، ويريد لهذا التقارب الذي تبدت صور منه في خليج 25 أن يكون مؤصلاً أكثر ومنتظماً وليس رمزياً أو موسمياً، لأنه يفترض أن ذلك وحده يمكن أن يحد من النفوذ الإيراني الممرض للجسد العراقي من كل نواحيه. قال تقرير نشرته شبكة CNN إن موجة القمع المتزايدة ضد المتظاهرين في إيران تسبب بتراجع زخم الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت منذ 4 أشهر. بحسب التقرير، فإن النظام الإيراني استخدم أساليب قمعية حالت دون إجباره على التنحي من قبل المتظاهرين رغم حالة الاستياء الشعبي، مشددة على أن إصدار القضاء الإيراني لأحكام بالإعدام خلال الأسابيع الأخيرة تسبب في تلاشي الاحتجاجات. واعتبرت الشبكة أن عمليات الإعدام تعتبر تتويجاً لحملة قمع عنيفة بشكل متزايد، بما في ذلك قتل المتظاهرين بالرصاص والاعتقالات الجماعية والاعتداء الجسدي والعنف الجنسي، حيث أعدم النظام 4 متظاهرين، ويخشى العديد من الأشخاص الآخرين من مواجهة المصير نفسه، وقد ضاعف النظام من قمع المنشقين والأقليات العرقية والنساء. يتفق محللون على أن النظام يماطل ويؤجل أي قرار حاسم، وأن الاحتجاجات من المرجح أن تعود مجدداً، لا سيما أن القيادة الدينية في إيران إما غير راغبة أو غير قادرة على معالجة مشاكلها الاقتصادية المتفاقمة والتي تفاقمت بسبب العقوبات الأمريكية والفساد المستشري. وقال مدير مشروع إيران بمجموعة الأزمات الدولية علي فايز إن انعدام الكتلة الحرجة خلق مشكلة حسابية للحركة الاحتجاجية، مضيفاً أنه لن تنضم الأغلبية إلا عندما يفقد النظام إرادته في القمع، ومن غير المرجح أن تتصدع إرادة النظام في القمع ما لم تكن هناك كتلة حرجة في الشوارع. وبالرغم من حملة القمع المستمرة، فإن أصداء الانتفاضة ما زالت تتردد في البلاد وترن هتافات الموت للديكتاتور من فوق أسطح المنازل ومن خلف الستائر المغلقة بعيداً عن أنظار قوات الأمن. نشرت مجلة فورين أفيرز مقالاً لأستاذ التاريخ في كلية الخدمات الأجنبية في جامعة جورج تاون جيمس ميلوراد، أشار فيه إلى استمرار الصين في حملة القمع في إقليم شينجيانغ ضد أقلية الإيغور المسلمة، وأوضح البروفيسور في التاريخ أن الإيغور والقزق المنفيين بدأوا في عام 2017 يسمعون قصصاً مروعة من أقاربهم وأصدقائهم في الإقليم شبه المستقل، مع بدء فقدان الاتصال بهم بشكل كامل. وفي عام 2018 بدأ الباحثون بتشكيل صورة عما يحدث في المنطقة الواسعة وسط آسيا التي ضمتها الصين عام 1949، وتعرف بين المنفيين أيضا بتركستان الشرقية، وأن الحكومة تقوم باعتقال السكان الذين لا ينتمون لإثنية الهان بما فيهم الإيغور والجماعات الإثنية التركية، وتضعهم في المعسكرات. في ذروة عملها استوعبت المعسكرات هذه ما بين 1 مليون و2 مليوني معتقل عانوا من التعذيب النفسي والجسدي والهجمات الجنسية وتناول الحبوب المانعة للحمل والجوع المستمر والحرمان من النوم. وقالت بعض العائلات الإيغورية في المهجر إن أقاربها عادوا إلى بيوتهم ولكنهم يعيشون تحت الإقامة الجبرية. كما وأجلت السلطات الصينية الإيغور في المناطق الريفية من مناطقهم ونقلتهم للمصانع تحت شعار القضاء على الفقر. وربما زاد عدد الصينيين من غير إلهان
الذين أجبروا على السخرة على عدد المعتقلين في مراكز الاحتجاز ما بين 2017 و2019. وتظل المعسكرات جزءا صغيرا من حملة أوسع قام بها الحزب الشيوعي الصيني ضد الإيغور، فقد هاجم الحزب وقيد استخدام لغتهم ومنع ممارسة الشعائر الدينية وهدم المساجد والمزارات والمقابر وأعاد كتابة تاريخ المنطقة لإنكار قدم المجتمعات الإيغورية وتميزها عن الثقافة الصينية ومحى الأدب المحلي الإيغوري من المقررات المدرسية. ولا تزال هذه الندوب واضحة على المشهد الثقافي. نشرت صحيفة واشنطن بوست افتتاحية تساءلت فيها عن آلية محاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية ارتكاب جرائم في غزوه لأوكرانيا. الصحيفة أوضحت في تقرير أن الدم المسفوك في أوكرانيا استدعى مطالب بالمحاسبة والعدالة، ليس فقط من الرئيس جو بايدن الذي وصف بوتين بمجرم الحرب، مشيرا إلى أن القوات الروسية ارتكبت جرائم إبادة. وأضافت أن قوات موسكو بالتأكيد مذنبة بارتكاب جرائم حرب ويجب أن تحاسب، لكن السؤال الأصعب هو كيف يتم تحقيق العدالة من بوتين ووزرائه وجنرالاته والممولين له من الأوليغارش، وهم المسؤولون بشكل أساس عن شن حرب غير قانونية ضد دولة ذات سيادة. وقالت أن الداعمين الغربيين لأوكرانيا والمحكمة الجنائية الدولية جمعوا أكواما من البيانات ويجب استخدامها كدليل لمحاكمة القادة الروس في أوكرانيا بتهم ارتكاب جرائم حرب. دعت الصحيفة إلى إنشاء محكمة خاصة بالحرب في أوكرانيا، لأن المحكمة الجنائية الدولية في هيج تفتقد الصلاحية لجلب المسؤولين الحقيقيين عن هذه الحرب أمام العدالة. إن هناك سوابق قانونية عدة تدعم فكرة المحكمة، مثل محاكم الحرب التي حاكمت جنرالات ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية. هناك قوائم طويلة للجرائم الموثقة مثل القتل والاغتصاب والتعذيب والقصف لمواقع المدنيين، والتي يمكن للمدعي العام الضغط وربط بوتين وحاشيته بها مباشرة، مع التركيز على التهمة الأساسية وهي حقيقة شن الحرب في المقام الأول. المحكمة ستكون مهمة لأنها ستلغي فرضية إفلات بوتين وحلقته الضيقة من العقاب، وكذا بيلاروسيا التي لعبت دور منصة الانطلاق للغزو. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
تمكنت أكبر طائرة حجماً تم تصنيعها حتى اليوم من التحليق بنجاح في أهم تجربة بعالم الطائرات، ولمدة زادت على 6 ساعات في الجو لتحطم رقماً قياسياً. وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن جناحي الطائرة أطول من ملعب كرة قدم ويبلغان 383 قدماً، وجرى التحليق التجريبي فوق صحراء موهافي في كاليفورنيا في الولايات المتحدة. أطلق على هذه الطائرة العملاقة اسم روك في الرحلة التجريبية الثانية لها، وقامت بحمل طائرة اختبار أخرى على متنها. وقال الرئيس التنفيذي لشركة ستراتوت لونش زاكاري كريفر إن الجهود المبذولة من الفريق للاختبارات يقربنا أكثر من أي وقت مضى إلى الفصل الآمن لأول مركبة تفوق سرعة الصوت في اختبار الطيران. ولفت إلى أن المركبة تعمل بالطاقة الصاروخية المطورة وتصل السرعة إلى 6 أضعاف سرعة الصوت. أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية اكتشاف مدينة سكنية كاملة عمرها يعود لنحو 2000 عام، تعد الأقدم بمدينة الأقصر التاريخية جنوبية البلاد. وقالت الوزارة في بيان إن البعثة الأثرية المصرية برئاسة مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار نجحت في الكشف عن أول مدينة سكنية كاملة من العصر الروماني بمنطقة متاخمة لمعبد الأقصر بالبر الشرقي للمدينة. وأكد وزيري أن هذا الاكتشاف كشف النقاب عن أهم وأقدم مدينة سكنية بالبر الشرقي في محافظة الأقصر، والتي تعد امتداداً لمدينة طبية قديمة. وكانت مدينة طبية القديمة المعروفة حالياً بالأقصر واحدة من أهم المدن اعتباراً من عصر الدولة الوسطى. الآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. تقترب الحرب في أوكرانيا على طي عامها الأول، خسر فيها الروس والأوكرانيون الكثير وربحت منها بعض الدول، فما هي موازين الربح والخسارة؟ ما الذي يريده بوتين؟ بوتين لا يريد ولا يحتاج إلى احتلال أوكرانيا بأكملها لتحقيق أهدافه الكبرى وفق لمجلة نيوزويك الأمريكية، بل يسعى لقطع رأس القيادة الأوكرانية واستبدالها بحكومة موالية للقيصر الجديد بحسب رئيس إستونيا السابق، إضافة إلى إعادة أوكرانيا للفلك الروسي، فهي من وجهة نظر بوتين جزء من روسيا ثقافياً ولغوياً وسياسياً. ولا شك أن توسع الناتو إنما يمثل لروسيا تهديداً وجودياً، فيما يشكل انضمام أوكرانيا إليه عملاً عدائياً وتهديداً خطيراً لروسيا وفقاً للرئيس بوتين. هزيمة أم انتصار؟ بوتين فشل وروسيا ستخرج من الحرب أضعف مما دخلت فيها، بما يعد فشلاً استراتيجياً هائلاً للكريملين بحسب وزارة الدفاع الأمريكية. إلا أن بوتين وبرغم الإخفاقات الكبيرة وبعد أشهر من الحرب الأوكرانية قد نجح بتقوية مجموعة بريكس التي تضم أسرع الدول نمواً حول العالم، ممثلة بالبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، فيما تسعى العديد من الدول للانضمام إليها. كما أن بوتين يسعى لاستحداث قطب دولي ثان موازن للغرب، إضافة إلى التخلص من سيطرة الدولار وتفعيل العملة الروسية، فضلاً على إرسال تحذير إلى كل الدول المنضوية سابقاً تحت عباءة الاتحاد السوفيتي قبل تفككه من مغبة الارتماء في الأحضان الأمريكية والأوروبية والانضمام إلى حلف الناتو. المستفيد الأكبر. حجم الأزمات الهائلة التي تجتاح دول الاتحاد الأوروبي والتي أحدثتها حرب روسيا على أوكرانيا وما أعقبها من عقوبات وعقوبات مضادة ظهرت جلية بنقص الغاز والنفط وارتفاع أسعار الطاقة والغلاء والبطالة والتضخم والركود والانكماش،
وبما أسفر عن مظاهرات وإضرابات عامة العديد من الدول الأوروبية، يقابلها خسائر اقتصادية وأخرى عسكرية مني بها الجيش الروسي في جبهات القتال، ما يرجح فرضية بأن إطالة أمد الحرب يهدف إلى إضعاف أوروبا وروسيا على سواء لصالح أمريكا والصين، مع فتح المجال واسعاً لإعادة إعمار أوكرانيا المدمرة من قبل الشركات الأمريكية مستقبلاً فور انتهاء الحرب، ولكن بعد استنزاف روسيا اقتصادياً وعسكرياً وبشرياً مقابل تدمير البنى التحتية الأوكرانية. فهل سيقف الروس عند حدود الأقاليم الأربعة؟ أم أن في شعبتهم المزيد من المفاجآت؟ ما رأيكم؟ نلقاكم بإذن الله.